أيها الحفل الكريم، مشاهدي الأعزاء، مستمعين الكرام، هذه الانطلاقة أمامكم، انطلاقة الشوط الحادي عشر، خاصة أيضا بالإبكار الإذاعة المحليات الأصايل لأبناء القبائل. انطلاقة موفقة وسليمة بإذن الله في هذا اليوم مشاهدينا الكرام، انطلاقة الإذاعة في هذا اليوم وفي هذا الميدان. وهناك نرحب بإشعارات أبناء القبائل الذي متنوعة في هذا الشوط مشاهدينا الكرام. هناك على مقدمة الشوط على المركز الأول شعار سعيد مسهيل بن دليوي مشاهدينا الأعزاء اللي ماخذ المركز الأول، اللي هي مشاهدينا الكرام الشاهينية لسعيد سعيد بن سهيل بن دليوي. والمركز الثاني بنشوف المركز الثاني هناك عندك يا حمد يا بن سليم، اللي هي الساعية للسيد حمد بن سالم بن سليم ماخذ المركز الثاني. والمركز الثالث هناك، الثالث والرابع للسيد سالم بن محمد بالضبيعة، والمركز الخامس لبالضبيعة للسيد عبد الله بن سيف بالضبيعة ماخذ المركز الخامس. والمركز السادس اللي غادب عبد الله بن سعيد بو حيمد، هذه عبد الله بن سعيد بو حيمد اللي خذت المركز السادس مشاهدينا الكرام الشاهينية. والمركز السابع، السابع عندك يا مهير يا بكليب، عندك اللي هي بنت صغان للسيد مهير بن علي بكليب ماخذ المركز السابع. والمركز الثامن نقلتنا على المركز الثامن، على المركز الثامن من الجنب الثاني مشاهدي الكرام اللي تحمل رقم سبعة ماخذ المركز الثامن، اللي هي الطيارة حمد بن سالم بن سليم. هذه النتيجة مشاهدي الكرام. ولكن هناك وين عنا هناك ساير ابنه بنشوف، خلنا نعد العشرة، خلنا نعد العشرة المراكز مشاهدينا الكرام. ساير ابنه يا بركات، ساير ابنه للسيد محمد بن راشد بن مرخان المركز التاسع. يا سلام يا ابو راشد، يا سلام يا ابو راشد، خليك مع الشاهينيه، خليك احدى الشاهينيه هناك. العصاقوس مشاهدينا الاعزاء على كيفها، على مزاجها، على مرباعها، على شكلها، على حلاوتها، ما شاء الله عليك الشاهينيه. للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي ماخذ المركز الاول من بدايه الانطلاقه. المركز الثاني هناك منصوره للسيد عبد الله بن سالم بن سي بن سالم بضبيعه. المركز الثالث للسيد حمد بن سالم زريم. المركز الرابع بن صغان للسيد مهير من علي بكليب. والمركز الخامس هناك للسيد حمد بن سالم بن سليم. نكتفي مشاهدينا الكرام، نكتفي مشاهدينا الكرام، النار اشتعلت، النيران اشتعلت، النيران مشاهدينا الكرام بين الخمس الاربع المراكز الاولى. وهناك بقياده الشاهينيه 800 متر ما تبقى عن خط النهايه، وخلاص 800 مشاهدينا الكرام بان خط النهايه، بان خط النهايه قدام الشاهينيه، بان خط النهايه قدام الشاهينيه، بانت العزبه يا الشاهينيه، بانت العزبه يا الشاهينيه. وشد حيلك يا الشاهينيه، خليك مع المركز الاول من بدايه الانطلاقه. نقول سارت راس وانتهت راس، 600 متر ما تبقى عن خط النهايه. الشاهينيه لسيد سعيد بن سعيد بن سهيل بن دريوي ماخذ المركز الاول. المركز الثاني هناك منصوره للسيد عبد الله بن سيف بن سالم بضبيعه. وهناك ايضا الطياره، الطياره ولا بنت صغان اللي ماخذ المركز الثالث. حرك حرك حركوا حركوا الشباب، حركوا الطياره، الطياره المركز الثالث، بن صغار المركز الثالث، السيد مهير بن علي بكليب ماخذ المركز الثالث. والمركز الرابع هناك الطياره للسيد حمد بن سالم زريب. ولكن خلاص خلاص الشاهينيه، الشاهينيه ماخذ المركز الاول، سلاله معروفه، سلاله شاهين، سلاله ما عليها اغبار. لكن خلاص المركز الاول مشاهدينا الكرام، تهانينا على المره الثانيه في هذا الصباح، تهانينا على المره الثانيه في هذا الصباح لك يا ابو راشد من قلوبنا. يلا يا ابو راشد، يلا يا ابو راشد، حرك حرك الشاهينيه خلاص. ما ها بنشوف بنت صغان واصله، بنت صغان والشاهينيه، لكن الشاهينيه سلام سلام يا الهباب سلام. تهانينا والناموس للسيد سعيد بن سهيل بن دريوي على وزن الشاهينيه المركز الثاني، بن صغان للسيد مهير بن علي بكليب المركز الثالث، لعبد الله بن سيب بالضبيعة المركز الرابع، لبن سليم والمركز الخامس، لبن سليم والمركز السادس، للسيد احمد بن محمد مرخان والمركز السابع، السابعه مشاهدينا الكرام، السابعه للسيد محمد بن عبيد بالضبيعه. والمركز الثامن للسيد عبد الله بن سعيد بو حيمد. والمركز التاسع